ليه يا زلمه؟ قال لي هيدا ترامب شو عامل بالعرب؟ ايش والله معك حق يا زلمه، للعالم العربي كله كان عم بينقط سام نهار اللي اعلن القدس عاصمه اسرائيل. اي نقط سام؟ لك اي نقط سام يا زلمه؟ استنفرين عرب كله، استنفار استنفار قوي كتير. استنفار شو خي سامي؟ شو استنفار شو؟ شو بك يا زلمه ما عم بتشوف؟ كله هاشتاج ما هاشتاج بروفايلات فلسطين ولا ما هيك يعني. وليه ما خلوا مسبه ما كتبوها على تويتر وعلى الفيسبوك؟ يا مدام سته، انا سته فتحت صفحه على الفيسبوك خصوصي، عرف كيف؟ تتسب ترامب بس. بس الغريب يا زلمه انه تاني نهار ما كانه في شيء. قالوا ما هو دغري تاني جمعه بينسوا يا عيب الشو. لا يا خي لا، ما تظلمون، ما الحق عليهم. هو ترامب اخو شليتي عرف كيف يلعبها. شو خاص له خي؟ عم بحكي عن العرب انا. بتصير معه المصيبه تاني يوم بينسوا كانه ما صار شيء. شو خاص ترامب؟ لك يا خي عم اقول لك ترامب عرف يلعبها. ايه امتى عمل التصريح الشهير؟ امتى؟ الاربعاء المساء. الاربعاء المساء تاني نهار شو كان؟ شو؟ الخميس. تاني نهار الخميس شو يعني؟ شو يعني؟ هلا بالخميس في ربارا ربارا في ربارا ربارا في ربارا ربارا.